هل يعيد التاريخ نفسه؟ يبدو أن هذا الحضور الحاشد من جميع محافظات سلطنة عمان أراد أن يعيد للذاكرة الحديثة تاريخا مرت فيه قوافل الأجداد من هذا المكان، تأكيدا للترابط واللحمة الاجتماعية والوطنية بين أهل السهل والساحل وبين عمان والحضارات الأخرى، والرواية تبدأ من هذا المكان. نقطة الانطلاق هي بداية إعادة الذاكرة إلى مشهد ترابط العمانيين وتواصلهم منذ القدم، وهم في حدث كهذا يحيون التراث بتفاصيل جديدة على خطى أجدادهم. أتوقع أن العدد يطوف 1500 مشارك بإذن الله تعالى، وكذلك عندنا إن شاء الله تعالى هتكون قافلة، وطبعا هذه الفرقة بتصاحبنا إن شاء الله الفرقة الفنية وقصد الفنون الشعبية وأيضا قافلة الإبل المحملة، وعندنا سيارات كلاسيكية القديمة إن شاء الله ترافقنا من نقطة التزويد رقم 3 بإذن الله تعالى. مسير بفعاليات تراثية متنوعة تحمل عبق الماضي وتروي على لسان الآباء همتهم العالية في المحافظة على النشاط اليومي. عمري 90 عام، من يوم صغير أمشي أكثر المسير على الأقدام. أما اليوم الناس تعبانين بسبب أنه حاجة لو قريب يركب السيارة ما يتحرك مشي، هذا المشي مفيد. والله أنا أشجع واجد وأحث الشباب وأن الرياضة ما تتقيد بعمر معين، أنت تقدر تخلي نفسك شاب تخلي نفسك شابة. أحث الشباب وكل في مختلف الأعمار، يعني كل ما يعني من ترك الرياضة ترك الصحة. ممثلون لأكثر من 70 فريقا على مستوى محافظات سلطنة عمان يقطعون 14 كيلومترا هي بمثابة شريان للتواصل والترابط. الاهتمام بهذا التراث والاحتفاء بهذه المسيرة من أبناء هذه الولاية هو تخليد لمسير الأجداد وذكرى لا بد منه للاحتفاء بما قام به العماني في وتكبده من مشقة في سبيل الحقيقة التجارة، في سبيل النشاط التجاري، في سبيل الالتقاء، في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. يستمر المسير في طرق جبلية متنوعة التضاريس يقهرها المشاركون بالإرادة ويقطعونها بأنس الأهازيج والفرح، وبلغة الإشارة نقلنا رواية الصم والبكم. أنا من فريق أبطال جبال عمان، وكل الفرق الموجودة هنا في مسقط، في صحار، في كل السلطنة، ما شاء الله المسير جميل والرياضة مهمة للجميع. تبادت ملامح خط النهاية، حيث الختام يشهد فقرات متنوعة بين المعارض والمنتجات المتخصصة وبين التراث العماني وفنونه الرائعة. عبد العزيز بن حمد العجمي من وادي الحواسنة في ولاية الخابورة محافظة شمال الباطنة.